على كل سيكون معنا بعد قليل ضمن جرس الإغلاق السيد خالد أبانمي الرئيس التنفيذي للمالية في موبايلي. ولكن قبل ذلك وللمزيد حول نتائج شركتي الاتصالات السعودية اس تي سي وموبايلي، ينضم إلي مباشرة من القاهرة السيد عمر ماهر محلل قطاع الاتصالات بالمجموعة المالية إرماس. أهلا وسهلا بك معنا سيد ماهر. خلنا نبدأ أولا باس تي سي. نتائج اس تي سي أتت أقل من المتوقع، برأيك وين كانت المفاجأة بالنسبة للمحللين؟ يعني عادة بيكونوا عاملين اتصالات وميتينجز مع الشركة قبل إعلان توصياتهم وتوقعاتهم، فبالتالي وين كان المس برأيك؟ أهلا نادين وشكرا على الاستضافة مرة أخرى. أعتقد أن يعني المكان اللي كان فيه شوية تغير مقارنة بتوقعات المحللين يمكن هو في الهوامش الربحية والأرباح. أعتقد أن دي واضحة جدا. إحنا لو فصلنا الربع الرابع عن السنة سنة 2022 هنلاقي أن في هامش الإيبيتدا كان منخفض نسبيا مقارنة عن المتوسط اللي إحنا متعودين عليه من اس تي سي، وأعتقد كمان عمر معلش اعذرني انا مش قادره اسمعك، يبدو انه الاتصال فيه مشكله معك، خلينا نحاول نعيد الاتصال لانه دائما اتصالاتنا مع الضيوف هالايام عبر البلاتفورمز الانترنت بلاتفورمز بصير في بعض الاحيان مشكله بالصوت، فخلينا نحاول اعاده الاتصال مره اخرى بالسيد عمر ماهر محلل قطاع الاتصالات بالمجموعه الماليه ارماس. رجع معنا، نحاول مره اخرى. عمر فيني اشوف اذا تعدلنا لو سمحت ما ذكرته عن نتائج اس تي سي. نعم سامعني واضح حاليا؟ هلا افضل. نعم تفضل. تمام. انا اللي كنت بقوله ان اعتقد ان يمكن المس او التغير اللي مقارنه بتوقعاتنا احنا في المجموعه الماليه هرمس كان على مستوى الهوامش الربحيه وارباح الشركه. الايرادات كانت كويسه، يعني كان في نمو تقريبا في الربع الرابع، لو فصلنا الربع الرابع عن العام 22 هنلاقي ان كان في نمو في الارباح حوالي 6% مقارنه بالعام الماضي و3% مقارنه بالربع الماضي اللي هو الربع الثالث، وكانت متماشيه مع توقعاتنا. ولكن في هامش الايبيتدا هنلاقي ان هو كان تقريبا في حدود 32%، وده يعتبر منخفض مقارنه بالمتوسط اللي اس تي سي بتسجله في العموم، وايضا اعتقد منخفض مقارنه بتوقعات توقعات احنا وتوقعات السوق عموما. وبالتالي ده اثر على مستوى الارباح. اعتقد الربع الرابع كان في حدود 2 مليار 760 مليون في الحدود دي. طبعا ده طبقا للحسبه اللي هو اذا فصلنا الربع الرابع عن العام. نعم. وعشان كده يمكن الارباح كانت منخفضه شويه مقارنه بتوقعاتنا وتوقعات السوق. كان في بعض الامور الملفته بالنتائج، في ارتفاع بتكلفه الايرادات ب 824 مليون ريال، عم بحكي على صعيد السنه، هن بالايضاحات عطيوا على صعيد السنه. في نعم. عكس مخصص التزام محتمل، يبدو انه هذا ساعد البوتوم لاين. من ناحيه اخرى في ارتفاع بالتكاليف التشغيليه مليار و600 مليون، في ارتفاع بالاذر اكسبنسز مليار و100 مليون، وفي مخصص انخفاض القيمه لبيناريانج بماليزيا بمليار و300 مليون. من يعني ما الذي لفت نظرك وما تحليلك لهذه الارتفاعات بالتكاليف؟ اعتقد اللي لفت نظرنا هو ان اغلب المخصصات دي او الريفرسز اللي اتعملت دي كلها كان تاثيرها اكتر في العام الماضي والتسع شهور اول تسع شهور من عام 2022، ولكن يبدو ان تاثيرها ما كانش موجود في الربع الرابع. فبالتالي اعتقد ان في حاجه ثانيه في الربع الرابع اثرت على الـ يمكن التكاليف او ارتفاع التكاليف في الربع الرابع. يمكن جزء منها عموما ان الشركات دايما بتعمل يعني زي ما نقول كلين اب اكسرسايز بيتعمل في الربع الرابع، دايما بيبقى فيه مثلا مخصصات بتتاخد على يمكن زمن مدينه، ممكن تكون في شويه مخصصات ليجل كيسز او قضايا للشركه مع اطراف اخرى. فمش واضح حاليا ايه التسبب في ده، ولكن اعتقد ان ده مش العادي بتاع اس تي سي. يعني ما اعتقدش ان اس تي سي هتستمر في ان هي تسجل هامش مثلا هامش الايبيتدا ان هو يكون في حدود 32%. اعتقد لما يظهر يمكن النتائج بتاعت العام المقبل هيتبين ان هيبقى في زياده شويه في الهامش الربحيه، يوصل
يمكن 35 36 37 في الحدود دي تقريبا. ننتقل الى موبايلي اتحاد اتصالات. الايبيدا مارجن بالعكس ارتفع ل 39.3% من 37.6% بالعام الاسبق. اعطيني وجهه نظركم على النتائج ومن وين اتى ايضا المفاجات الايجابيه لانه كانت اعلى من متوسط التوقعات. نعم. موبايلي ايضا زي ما حضرتك ذكرتي 39% تقريبا للعام كله، ولكن اذا نظرنا الى الربع الرابع فقط هتلاقي ان الهامش الايبيدا كان تقريبا في حدود 42%، ده مرتفع جدا مقارنه بالمتوسط بتاع موبايلي ومقارنه بتوقعات المجموعه الماليه هرمس ايضا. اعتقد ان ممكن يكون في سببين لحاجه زي كده، ممكن يكون في عكس المخصصات، لان احنا لما بصينا على التكاليف بتاعت الربع الرابع لقينا ان هي التكاليف التشغيليه لقينا هي منخفضه شويه، فيجوز ان يكون قد حصل نوع من انواع عكس المخصصات او عكس تكاليف كانت مسجله في التسع شهور الاوليه. وايضا اذا نظرنا الى الايرادات هنلاقي ان هي ارتفعت بشكل واضح، يعني في الربع الرابع حوالي 4 مليار و100 مليون تقريبا في الحدود دي، في ارتفاع 6% مقارنة بالعام الماضي وحوالي 8% مقارنة بالربع الماضي أيضا. فبالتالي يعني طبعا احنا متعودين ان الموبايل بقى لها فترة سجل إيرادات ونمو جيد في الإيرادات، ولكن أعتقد ان الربع ده في تحسن واضح، وقد يكون هذا يعني أحد الأسباب التي تسببت في ارتفاع الهوامش الربحية. عمر، من وين النمو؟ من أين يأتي هذا النمو؟ يعني نمو بهذا الشكل مفاجئ لشركة اتصالات، وكون أنه المنافسين يعملان بنفس القطاع ونرى شركة الإبداع عندها منخفض الإبداع مارجن والأخرى مرتفع، فهل هي قصة ماركت شير تأخذها موبايلي من أس تي سي أم ماذا؟ ما الذي يفسر النمو لديهم لدى موبايلي؟ نعم، سؤال جيد جدا. هو مش واضح من التوضيح بتاع موبايلي او الديسكلوجر اللي حصلت في السوق، مش واضح منها ايه السبب او ايه الدرايفر. ولكن اللي اقدر اقوله ان احنا حاليا يعني في السعوديه في حركه كبيره جدا في ناحيه الديجيتايزيشن او يعني الرقمنه لو نقدر نقول كده، اللي بتحصل بسبب رؤية 2030 اللي حطتها الحكومة من كذا سنة. دي جزء مهم جدا ودافع كبير جدا للمشاريع الحكومية وأيضا الرقمنة التي تحدث على مستوى القطاع الخاص ليس فقط القطاع العام. واللي بيستفيد منها بشكل كبير جدا هم اس تي سي وموبايلي. واعتقد ان موبايلي قد تكون استفادت برضو من بعض المشاريع في الربع الرابع. انا ده تصوري، ده اللي ممكن يكون حصل، لكن هنعرف بكرة الشركة يعني بكرة هنحاول نعرف بعد شوي. حيكون معي الرئيس المالي للشركة. عمر، قبل أن أتركك تذهب، هل غيرتم من السعر المستهدف أو السعر العادل للسهمين وتوصية على أي من السهمين؟ حاليا لا، احنا يعني منتظرين إضاحات أكتر في القوائم المالية. بالنسبة للأس تي سي، الحاجة اللي هنركز عليها هو إذا كان حصل أي تطور في موضوع الريسيفبلز. احنا كنا شايفين إن في زياده كبيره جدا في الريسيفرز لحد الربع الثالث، كانت حوالي 31 مليار من الحكومه والجهات التابعه للحكومه. اعتقد ده ممكن يكون عامل مهم جدا في تغيير نظره السوق لسهم اس تي سي. بالنسبه لموبايلي، احنا حاليا السعر المستهدف مازال 42 ريال و80 هلله، وما زالت التوصيه بتاعتنا بالشراء، وهو اقدر اقول ان هو السهم المفضل لدينا، التوبيك بتاعتنا في الميدل ايست. شكرا جزيلا لك عمر ماهر، محلل قطاع الاتصالات بالمجموعه الماليه ارماس، اهلا وسهلا بك. طيب لنحن